ناخذ مريم معنا من الدار البيضاء. اهلا بك مريم، ميرسي سامي، السلام عليكم، مرحبا سلام. بك معنا على اذاعه اصوات. تفضلي، الله شنو يبارك فيك السؤال وشكرا ديالك؟ بزاف حبيبه على هذا البرنامج. احنا في الخدمه. الله يجازيك بخير. انا كنت تبعت نيت نصائح ديال الدكتوره، ومن الناس اللي الحمد لله توفقت ونقصت 26 كيلو. برافو 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 مريم، ربي يخليك، شكرا. شهاده كنعتزو بها. كان الوزن ديالي 96، وحاليا وقف دابا في دابا 72، لكن ما بقاش بغي ينقص لي الوزن، وانا صراحه امنيتي تنوصل 60. نعم. حاجتك في الطول يا مريم؟ انا في 1.58 متر. 60 مزيان عليك. وهاد 26 كيلو شحال المده باش نقصيها؟ 7 شهور قد قد. برافو عليك. امتى توقفات؟ في 72. دابا هاد الشهر هذا كامل وما بقاش بغي ينقص ليا نهائيا. وباقا دايره الحميه؟ باقا دايره الحميه، واخا ماشي بحال كما كنت في الاول. الصراحه في الاول انا باقا لحد الان كنشرب اتاي ديالي مسوس، يعني حيت السكر. ما كناكلش الخبز في الغدا نهائيا، عيب كي قلتي بالفرشات. والفطور ديالي يعني كناكل 50 غرام باقا كنعبرها، ولكني في العشيه نقدر نقول لك وليت كناكل الديسير في العشيه. هذا هو الحاجه الوحيده اللي سميتو مقصر. لا، في العشيه الا غتاخدي فاكهه وحده، حتى الجوج الفواكه ما عندها ما دير ليك وبوحدها، يعني هي الكوتي ديال العشيه. هي الكوتي ديال العشيه ما عندها ما دير ليك، ولكن ماشي في العشاء. لا، ما كنتعشاش نهائيا. وفين نصائح الدكتور سناء؟ لا، حيت وليت كنحس براسي بحال يعني بحال المعده ديالي تسدات. ما كليت شي حاجه في الليل ما يبغيش يجيني النعاس. ايوا، حنا غنشوفوا شنو اللي غيرتي. انا ماذا بيا تقولي لنا، لانه بقات لنا واحد ربع ساعه باش نربحوا الوقت. مريم، انت نقصتي 26 كيلو بفضل النصائح اللي تبعتيها مع الدكتوره سناء في برنامج حديث ومغزل على اذاعه اصوات. شنو هي اهم الامور اللي غيرتي في حياتك؟ قولي للسيدات اللي معنا في الاستماع باش ان شاء الله تكوني العبره ديالهم، القدوه. اهم حاجه انني حيت السكر، كنشرب الماء بزاف، كنت كندير الرياضه، دابا حاليا ما بقيتش كنديرها. هذا هو الحاجه الوحيده اللي كنت. نعم، التحرك والحرق الدهون، التمرين، المعجنات وداك الشيء ديال القلي، وهذا نهائيا ما. انا الفران ولا هو الصديق ديالي، يعني كاع الوصفات كنديرهم في الفران. زعما هادو هما النصائح اللي كانت استاذه نيت كانت كتقول لنا، يعني خديتهم بعين الاعتبار. وحيدت الخبز، يعني الخبز كي قالت هي ديك القضيه ديال في الفطور ما بقاتش، وخليتي خبيز في الفطور صافي. فقط الخبز كناخذه في الفطور فقط. وحاجه اخرى، انا ربما تهي معوناتني باش نقص بزاف، انا كنصوم اثنين وخميس هكا والايام البيض. نعم. نعم. واش نظمتي ايضا الاوقات ديال الاكل؟ يعني وليتي دائما كتاكلي في نفس التوقيت، ماشي نهار تغداي بكري ونهار تغداي معطله ونهار. لا، انا مع الزوج ديالي هكا كيجي فوقيت التغذيه وكينوض مع الصباح، كنفطر معاه مع الصباح بكري، كنتخدى يعني التوقيت ديالو، خاصو يجي مع الوحده ونص كنتخدى صافي. هذا زعما التوقيت يعني عندي مقاد. مقاد، برافو عليك. برافو. هضرتي على الصيام، وانا بغيت نسولك على الصيام المتقطع او لو جون انترميتون. دكتوره سناء العناني، هذا واحد الميول او صيحه عالميه اللي تبعوها كثير حتى من الرياضيين من المشاهير. شنو رايك في هذا الصيام المتقطع اللي اليوم علاش انا كنسول عليه؟ لانه كثير من الناس ملي كيخرجوا من دارهم في الصباح ما كيرجعوا حتى العشيه او نهايه اليوم، فبالتالي الناس ولاو كيصوتي واحد الوجبات الغداء، او بالعكس كتولي فيها تغذيه مضره، لانه اي حاجه كنلقاوها كناكلوها. واش الصيام المتقطع ممكن يكون هو النظام اللي غيساعدهم ويكون الحل ليهم؟ الصيام متقطع انا متفقه معاه، ولكن ماشي بهذه الطريقه اللي قلتي سناء، نفطروا وما نتغداوش هو الحل. حيت الصيام المتقطع هي اننا كنقدروا. لا، انا بغيتك انت تقولي لنا شنو هو الصيام المتقطع بالقاعده الصحيحه ديالو. نقدروا نحبسوا الماكله لمده 16 ساعه. نعم. هذا هو اقل حاجه، لان كنقدروا نمشيو بعيد، كنقدروا نحبسوا الماكله حتى ل 20 ساعه، وكنفتحوا المجال للاكل لمده ديال 8 ساعات، وعلى اكثر تقدير على 4 ساعات. نعم. احنا غنهضروا دابا غير على 16 ساعه ديال الصيام و8 ساعات ديال الاكل. كيفاش؟ كيف كننصح به انا الناس اللي زعما اللي متبعين معايا، انه كننقزوا غير الوجبه ديال الفطور. نعم، غادي ننقزوها. غنبداو الاكل مع 12 النهار بواحد لو جو ديتوكس اللي غنهيئوا به الذات، هذا الهضم، العمليه الهضم. نعم. مع الوحده كنتغداو غدا كيف اللي كنصحكم به دائما، غدا متوازن. بالعكس، خصنا الياف، خصنا خضروات، لانها كتحتوي على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم وعلى املاح معدنيه اللي حنا في حاجه ليها، واللي غادي وفيتامينات اللي غادي تعالجنا حتى من داك المقاومه ديال الانسولين اللي هي سبب الغلظ المباشر والسبب الاول.
معنيتو عمليا هذا الغداء هذا هذه الوجبه الغداء ما يكونش فيها القلي، ما يكونش فيها الدهنيات الدهون والزيت والليدام كثير، وما يكونش فيها الخبز كثير، ولكن تكون فيها الخضيره، تكون فيها البروتينات، تكون فيها مثلا القطنيات، هذا الشيء كله ممكن الانسان يديرو في الوجبه. ويكون فيها دهون اللي هي مفيده، بحال دابا غنديروا لافوكا وعا واحد ربع ديال لافوكا مثلا في الوجبه، لان داك الليدام ديالو مهم وخاصه في الصيام المتقطع. هضرتي على السردين اللي تهوى فيه دهون نعم حيوانيه مهمه، هو غني والدهون ديالو مفيده جدا خاصه في الصيام المتقطع. نعم دونك غادي نصبروا عاوتاني واحد 3-4 ساعات كيف اللي تنقول لكم دائما اننا كنخليو في المعده 4 ساعات ما بين الوجبات، وغناخذوا واحد الوجبه اللي هي خفيفه في العشيه اللي غالبا ما غتكون يا اما فاكهه حتى لجوج الفواكه او نقدر ناخذ التمر والقرقاع، ماشي غناخذ زلافه ديال التمر والقرقاع، غناخذ تمره ثلاثه تمرات وجوج ديال القرقاعات في الصينين ولا اربعه ديال النصوصه ديال القرقاع. نقدروا ناخذوا لوز طبيعي ماشي مملح، لوز غير مملحه لان الملحه غادي تشد معاها الماء. نقدر ناخذ بيضه مسلوقه الى حسيت براسي بانه فيا السخفه ديال الجوع وما قادش زعما خصني واحد البروتينات شويه نزيد، نقدر كاع نزيدهم مع هذا الشيء. وغادي نتعشى مع 7-8 ديال الليل وغنحبس الماكله نهائيا حتى لغد. غنكون مأكده بانه ما غاديش نفقد العضلات ديالي، بانه غادي نقص وخاصه على مستوى البطن. تجارب